المحتسبات ديالهم وكذلك الدفاع على المتطلبات التي تقتضيها في الاوضاع المهنيه والماديه لها. كما تعلمون كذلك ان الاخوان ديالنا في اليوميه ديال اخبار اليوم ما جاوش مباشره لعقليه الندوه الصحفيه فقط، ولكن مروا واحد المجموعه ديال المحطات اللي حاولوا من خلالها انهم يعني يبلغوا الصوت ديالهم ويقولوا بانه نحن نعيش اوضاع صعبه جدا في ظل زمن صعب مستحيل. كان عندهم يعني اعتصام في المحل، كانت عندهم وقفات متعدده. اليوم ارتأوا بانهم ياخذوا واحد القرار اخر، وهو انهم يجيبوا عند وسائل الاعلام من اجل اولا ابلاغ المعطيات المرتبطه بهذا الملف، وفي نفس الوقت التعبير على يعني الخطط والمراحل التي يرونها مناسبه للدفاع عن حقوق الجدوى. طبعاً الحال اولا غيكون عندكم العرض المدول، ومن بعد اذا كان شي تسجيله يكون احسن تسجيل. بداية كان بالشكر الجزيل الى جميع الزملاء يعني مكتب تمكيني مقر الوطنية، سواء مكتب المركزي أو مكتب دار البيضاء العالمية. كما أشكر جميع الزملاء والزميلات الحاضرين هنا لمتابعة اللقاء. بلا شك أنتم جميعا تعرفون أن الوضع الذي تعيشه أسرة أخبار اليوم منذ مارس 2018 إلى اليوم هو وضع صعب. هناك أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة امتنت إلى الوضع الذي نعيشه اليوم، ولكن لا بأس أن نذكر ببعض المحطات وبعض المراحل التي عشت أسرة أخبار اليوم من مارس 2018 إلى اليوم، حتى يمكن أن نجمل أو تكون لدينا صورة عامة حول هذا المشكل. منذ 2018 إلى اليوم كانت هناك ثلاث مراحل تدبيرية داخل إدارة جريدة أخبار اليوم. امتدت الإدارة الأولى أو المرحلة الأولى من مارس، عمليا من مارس 2018 إلى حدود أبريل 2020، يعني مع بداية الأزمة الوبائية الحالية. ثم مرحلة ثانية امتدت من أبريل إلى حدود أواخر شتنبر بداية أكتوبر، خاصة في جانبها الإداري تتخبط في مشكلات، في عجز قوامه، فشل وضعف في التزام بمستحقات الأجراء والأجيرات داخل المؤسسة، عدم التزام بأداء مستحقات مؤسسة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وما ترتب عنه أوضاع ترتبت عنه أوضاع اجتماعية يعيشها جميع الزملاء والزميلات على المستوى الأسري والاجتماعي. نحن اليوم هنا لنطالب هذه الإدارة بإيجاد حل آني فوري لهذه المشكلات المادية، ولمطالبتها أيضا بتوفير الظروف المهنية المناسبة لأداء مهمة الصحافة. أعتقد أنه استنفدنا داخل المؤسسة جميع الخطوات السلمية الممكنة التي كان ينبغي أن تنبه هذه الإدارة إلى مشكلتها التدبيرية والإدارية، لكن للأسف هذا لم يحدث. ونحن نجد اليوم أنفسنا مضطرين إلى التصعيد من أجل إيصال رسالتنا إلى الإدارة وإلى مالكي المؤسسة الإعلامية ميديا 21. هذه هي الرسالة الأساسية للزملاء، ولكن أريد أن أؤكد على التزام الجميع داخل جريدة الطاقم، طاقمها التحريري والإداري
القسم التجاري والتقني إلى غير ذلك، أنهم ماضون في أداء مهمتهم وأداء رسالتهم. نحن لم نكن نرفض يوما أن لا نلتزم بالعمل، لا، نحن ماضون في العمل، ولكن للأسف الشديد نجد أنفسنا اليوم مدفوعين إلى أن نخوض أشكالا نضالية ربما يكون من أبرز محطاتها التوقف المؤقت عن العمل. أحمد جليل، صحفي في أخبار اليوم. طيب، هذه الندوة الصحفية للندوة الإخوان الأخرية التابعة لأخبار اليوم بالنسبة للمنظمة تحت أمر النقابة الوطنية للصحافة المحلية. الهدف منها هو إبلاغ الرأي العام والمستجدات التي كتعرض لها هذه المؤسسة، وخصوصا الأوضاع المادية والمهنية للصحفيين والعاملين والإدارة. نؤكد على أن عدم توصل الأجور بانتظام والإعانة منها لمدة شهور متتالية دفعتهم أنهم يخرجوا من هذاك المحاولة ديال إخراج المشكل دائما من الداخل الى التصريح العلني، وهي محطه من محطات الدفاع على واحد الحق اللي اصبح بالنسبه لهم يعني ملحا. النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه المؤطره للعمل النقابي ستصاحب هذه الاخوان، ستدافع عنهم وستكون الى جانبهم من اجل الدفاع عن هذه الحقوق المشروعه، لانه في نهايه المطاف هم يشتغلون ولا يتوصلون للاجر، هو عنوان كبير لمطلبين اساسيين: انتظام الاجر وتوفير الظروف المهنيه لممارسه مهنه نبيله لا تحتاج الى كل هذا العمل. المالكين موقع اليوم 24 باعوا هذا الموقع لملك جديد، ومكتب الرباط لم يكن في ملكية الموقع وإنما في ملكية أخبار اليوم، والملك الجديد استولى على بعض، ماشي كل الممتلكات، ولكن بعض الممتلكات الخاصة بأخبار اليوم، وهي مستلزمات العمل، يعني حاسوب هاتف وكذا، لزملاء يعملون داخل أخبار اليوم وليس داخل اليوم 24. هذا ما حصل بالضبط في مكتب أخبار اليوم. من الناحية القانونية نعتقد أن هذا يعتبر نوع من الضغط السوفي في حق زملائنا في جريدة أخبار اليوم. مطالب ديالكم أستاذ؟ كما قلت، نحن طولنا نطالب الإدارة بأداء أجورنا والحفاظ على مستحقاتنا التي هي عرق جبيننا إلى غير ذلك، ونطالب من جهة ثانية بأن توفر الظروف المناسبة للعمل. أعتقد أنه بالنسبة لصحفي أو يعني موظف في القسم التقني لا يمكنه أن يؤدي عمله على أكمل وجه وهو لم يتلقى أجره منذ شهرين أو أكثر. هذا يعوق عمله، خاصة إذا أخذت بالاعتبار أن هذا الأمر أخذ يتفاقم ويتراكم منذ 3 سنوات تقريبا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.